اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خليني ارحب بضيوف حضراتكم في هذه القدير الكابتن مجدي. اهلا بيك، وجودك النهارده تحرمش منك وانا كمان استمتعت طبعا باللي اللي فات. خلص كلنا بنقول هذا الامر. للاسف خلص. في حاجه جديده انا كنت شفتها في منتهى المتعه والله. والله العظيم. انت خاصه دماغك كلها كوره كمان. اصل ربنا يخليك، اصل اليوم 4 ماتشات، فبتبقى اليوم يعني كله خلصان. انت عارف المفروض تزهق، صح. انما لا، من اللي انت شايفه مش عايز المتعه تنتهي. ايه الجديد يا كابتن اللي انت شفته في كاس العالم؟ يعني دايما في كل كاس عالم كنا بنشوف طريقه لعب جديده، نجم جديد بيظهر في العالم، او نجوم جديده يعني بتظهر. 3 4 3 تعديل طرق اللعب. اوكي. رجع التاني ثلاثات لبعض المنتخبات اللي مش قليله، اللي اشتغلوا ثلاثات 3 4 3 3 5 2 ومشتقاتها. انما اللي لفت نظري جدا السرعة اللي زادت بشكل يعني. شوف، احنا كنا بنقول الكرة سريعة في اخر 20 سنة بشكل، لا ده المرة دي لا، سرعة عالية جدا، السرعات عالية جدا، الضغط عالي جدا، المهارة كمان والتصرف، سرعة التصرف بالسرعة دي اثناء الحركة بسرعة واثناء التحول بسرعة، الدقة متناهية الدقة، يعني في منتهى الدقه واحنا شغالين. يعني في عز، شوف الجول الاخراني، مش الاخراني، الثاني بتاع الارجنتين امبارح، الثاني. الجول اوكي. الثاني، بص، تو تاتش وان تاتش تو تاتش، في اربع عالمي. نقلات بقوا في الجول، عالمي. اربع بتاع دي نقلات ماريا. اربع نقلات بتاع دي ماريا، اربع نقلات بصراحه من في احلى الجول، الاجوان. من وسط ملعبهم صحيح. للجول في 4 نقلات، انت اصعب متخيل؟ لعبه بباصه ميسي. تحت ضغط، من الحركة بسرعة جدا تحت ضغط وفينش، يعني كرة عالية جدا جدا. يعني عايزين ربنا ان شاء الله يوعدنا نشوفها عندنا ان شاء صعبة الله. جدا يا كابتن. طبعا عايزة شغل جبار، ما هو عايزة قبل الشغل الجبار المدربين ممكن يقدروا يعملوا ويوصلوا، انما لازم اللي بيستقبل يكون عنده المقدرة انه يقدر يعمل المقدرة كده. والإرادة، لازم يكون عاوز. وعشان عاوز، اللعيبه دي بتضحي بشكل، الله طبعا بتضحي انت عارف حته ان هم زي عندنا كده، العيله والاسره والتلاحم ده موجود بشكل يعني ما تستغربهوش، لا موجود بشكل كبير جدا. فانه يبقى يقعد مثلا زي البطوله دي، يقعد شهر بحاله او 40 يوم بعيد عن اسرته، ده مش موضوع سهل ابدا ابدا، خصوصا في اوروبا. صحيح. يعني الموضوع ما بيبقاش سهل ابدا، فالتضحيات بتبقى كتيره جدا جدا، انه الخروج بيبقى بحساب، طبعا الاكل بحساب، الشرب بحساب، المتعه بحساب، كل يعني هو مسخر نفسه للشغل فقط لا غير. فدي تضحيات كبيره جدا بتفوتوا متع او 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 اوقات حظ بيستمتع بيها الجمهور العادي اللي بيتفرج عليه، صحيح، هو بيتمنع منها. فدي تضحيات كبيره جدا يعني، بس مقابلها طبعا في حاجات تانية كتيره قدام تستاهل الامر يعني. ده. يستاهل طبعا. امبارح المباراه الارجنتين وفرنسا واحده من احلى مباريات النهائي. بالظبط. يعني بقالنا كتير قوي ما شفناش مباراه نهائي 3-3 ولا وتنتهي بهذا الشكل. وبعدين ايه، انا وجهه نظري، ما اعرفش حضرتك طبعا ادرى مني في هذا الامر، في مثلا نص ساعة أو التلت ساعة، العشر دقايق الأخيرة في الشوط الثاني والشوط الثالث والرابع، أي كرة رايحة للجون كان ممكن تخش جون. بالظبط. هل ده يعني إيه اللي وصل الأمر لهذا الشكل يا كابتن؟ هقول لك. أولاً المتعة، أنا بتفرج على كورة ونهاية كأس عالم من سنة 78. يعني 78 كان 74. من 74 أنا فاكر أجزاء كده في مخيلتي، ماتش إنجلترا سوري المانيا هولندا. أوكي. فاينل 74. أوكي. في المانيا. فمن 74 للنهارده بنتكلم في كام سنه يعني؟ سنين كتير قوي. بنتكلم في حوالي 35 40 سنه. حوالي 9 كاسات فاينلات كاس عالم او 8 يعني، بغض النظر. فده اعظم ماتش حقيقي شفته. ده اعظم ماتش شفته. بتكلم على اللي انت شفته وعصرته، كمان. اللي انا شفته يعني، مش هقدر اقول في التاريخ وبتاع، اللي انا ما شفتش اللي قبلي، اللي قبل كده. انما ده اعظم ماتش انا شفته. ليه؟
النقطة اللي أنت بتتكلم فيها هو إيه اللي حصل؟ يعني الفرنساويين نازلين حاطين سيناريو، بس السيناريو اللي هم حاطينه لخبطه سكالوني في الملعب. عمل إيه؟ ساب دي ماريا طول البطولة وراح جاي منزله، بادئ بيه الماتش، بدل ما بيبدأ بيه من ناحية اليمين بدأ بيه من ناحية الشمال، ليه قاري هو ومحضر كويس جدا. ميسي هيبقى هيتلعب عليه وهيضغط عليه، هو اللي يكسبه، فلازم يبقى فيه رئة تانية شغالة تشغل التيم. حلو. فكان يبقى هو مين؟ يبقى دي ماريا. عشان كده كنا بنشوف لغاية ما خرج دي ماريا كنا بنشوف ان الناس توصل لميسي، انما ميسي يوصل لدي ماريا. صحيح. يعني طول الوقت الناس توصل لميسي وميسي يوصل لدي ماريا، الناس توصل لميسي وميسي يوصل لدي ماريا، ودي ماريا يوصل للباقي ووزع للباقي، وعملوا شغل عالي جدا 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 تكتيكيا. معنى كده ان سكالوني ده مدرب كويس؟ طبعا. اوكي. طبعا يعني ما هياخد الكوبا امريكا ويوصل فاينل كاس عالم وياخد كاس عالم بدون ما يكون عنده افكار؟ لا، عنده افكار وكانت واضحه جدا في البطوله. يعني خلي بالك انه يخسر اول مباراه في البطوله ده شيء مش سهل، ان انت ترجع بعد اول مباراه من البطوله عشان تاخد كاس العالم. صحيح. ده عمل ذهني وعمل سيكولوجي مش قليل، عمل كبير جدا يعني. فاللي حصل بقى الاجابه على السؤال بتاعك، اخر 10 دقائق والشوط الثالث والرابع والشوط الاضافيه، الارجنتين بعد ما وصلت 2-0 بدا انت عارف بقى الامريكا الجنوبيه والبرازيل والسمات اللي هي عندنا احنا كمان، اول ما تستريح وتحس ان المباراه خلصت تبدا تبقى شوي بقى شويه، يعمل هنا يعمل هنا. والدليل على كده انه المدرب نفسه استريح للنتيجه وطلع دي ماريا. وطلع دي ماريا. يعني هو لما لعب دي ماريا كانت المفاجاه، ولما طلع دي ماريا كانت المفاجاه الاكبر. صحيح. لانه انت دلوقتي ده انت كده بتقول انا كده استكفيت بالاثنين، والاثنين دول هيكسبوني الماتش. صحيح. فالموضوع ده اتقلب عليه بانه الخطأ اللي حصل بتاع ضربة الجزاء الأولانية خلاص دخلت امبابي في الجيم ودخلت فرنسا في الجيم، خلاص بقى 2-1 والدنيا قربت وفاضل 10 دقايق يلا بينا. فبدأت العشر دقايق دول من نار على الناحية التانية والنقيض، الأرجنتين بدأت تقلق وتخاف وتكش وبدأت تنحسر قدام ال 18. صحيح. علشان تحافظ على اخر 10 دقائق بالنسبه لهم يطلعوا 2-1 مثلا، الا ان امبابي ما هوش لعيب صغير وما هوش لعيب قليل، جامد قوي صراحه، لعيب عالي جدا. الحركات المفاجاه بتاعته والدريبلينج بتاعه سريع جدا والتغيرات سريعه جدا، صعب ان انت تمسكه، صعب. فحصلت الطفره وحصل الفهم، النضج الكبير جدا، لعيب عنده 23 سنه وبيلعب بقاله 4 سنين خمس سنين، ثلاث ضربات جزاء في ماتش واحد، انت متخيل؟ لا انا اللي بهرني اكتر طريقه تفكيره. يا اسلام، مش سهل ابدا ومش عادي ابدا ان انت قبل الجول الثاني حركه رقبته عشان يدي الوان وياخد التو. يعني اي حد تاني هيطلع عشان يقفها بصدره عشان يعمل كنترولينج عشان يضيق حرق، لا ده عمل انه هيستلم الكره وراح عاملها بدماغه بسرعه وعمل الترن وراح واخد التو وما استناش. اجبرك ان انت تلعب او اكبر زميله يعني ان يعمل له التو وما استناش، يعني التو جايه له عاليه، واحد تاني برضه ممكن يستلم ويروح على الجول عشان يضمن. لا ده عنده ثقه في قدراته، خدها فيرست تايم بالوضع ده. مش اي حد يفكر التفكير ده في الوقت. صحيح. ده مش اي حد. صحيح. لازم يكون عالي جدا ذهنيا وعنده ثقه بدرجه 1000000%. لا، وفي الوقت الايه، في نهايه المباراه المفروض ذهنيا بالظبط، وبدنيا قل وكل حاجه قل، والخوف انت دي اخر كوره ممكن تبقى موجوده واخر. صح. فرصه بالنسبه لي. صحيح. يجيب بيها الماتش يا تخلص بيها الماتش. صح. ده اللي حصل ممكن لزميله اللي نزل اللي في الكوره اللي شاطها وصدها التصدي الاسطوري اللي انا بقول هو ده سبب فوز الارجنتين بكاس العالم. طيب المغرب يا كابتن، والشكل والاداء الرائع اللي ادته المغرب ومع التنظيم الرائع الحقيقه لدوله قطر في هذا الامر،
هل تعتقد ان احنا هيبقى عندنا بعد كده منتخبات تستطيع ان تصل الى ما وصلت اليه المغرب؟ المفروض ان مصر احنا بشكل عام العموم خلاص، ومصر منها طبعا، مصر أهم. مصر تونس المغرب الجزائر قادرين على ان انا عجبني جدا الافكار اللي زرعها الرجراجي للاعبته. اوكي. لعبته غالبا معظمهم مش مولودين في المغرب، انه يزرع الولاء والانتماء للفرق. هم جايين عندهم ولاء وانتماء ده بدون شك طبعا، والدليل على كده ان هم رفضوا ان هم يمثلوا البلاد اللي مولودين فيها. مظبوط. بلاد المولد، وانما مثلوا بلد المنشا، بلدهم. صحيح. بلاد اهاليهم. فده ولاء وانتماء خلاص اوكي. انما الولاء والانتماء ده ازاي اخرجه وازاي اظهره، هو ده اللي زرعه وليد الرجراجي في اللعيبه. وشفنا فرق كبير جدا بين ادائهم في كاس العالم ده وكاس الامم الافريقيه. لا فرق. الفرق شاسع. صحيح. اولا هو قريب منهم، قريب من تفكيرهم، ما عندوش الخزعبلات اللي كانت عند خليلوزيتش، اللي هو الانضباط الصارم الغصب عن اي حد ولازم مش عارف ايه الحاجات دي. هو يعني ما هو حكيم زياش ما كانش بيدافع، هو مش مدافع كويس، انما بص خلاه يشتغل ازاي حبا خلاه يشتغل وبيدافع وبيهاجم فهنا وليد الرجراجي هنا عمل شغل مجهود جبار. أوكي. عشان يوصل للقصه دي احنا نقدر نكمل ده. ما تنساش ان احنا عملنا ده مع كابتن حسن شحاته. صحيح. لما كسبنا ايطاليا في 2009 في كاس العالم القارات، كسبنا المانيا، كسبنا ايطاليا 1-0، وتعادلنا مع البرازيل وخسرنا 4-3 بجول ما كانش فيه ساعتها لا فار ولا مار. صحيح. وخرجوا عشان يكسبوا البرازيل. صحيح. فكانت باينه جدا يعني، اللي بتاعت احمد المحمدي بالظبط. باين يعني احنا نقدر، مش ما نقدرش، نقدر، ولكن بس لازم تزرع ده في اللعيبه. اوكي. لازم تزرع ده في اللعيبه، ولازم اللعيبه تصدق الكلام ده، ولازم يتبني عليه. ما يبقاش الموضوع ان انت رايح يا دوب تخرج من مجموعه بشكل كويس، او تتعادل ماتشين وتخسر ماتش مش مشكله. لا. أوكي. لازم تزرع روح النصر وروح الفوز، ان انت خاصه ان احنا دلوقتي عدد المحترفين عندنا اسلام اكتر بكتير جدا. صح. وفي صح. والانديه اللي بيشتغلوا فيها انديه كبير. اكبر بكتير. صحيح. يعني احنا في الجيل بتاعنا احنا في وقت كاس العالم كنا 2، كنت انا ومجد عبد الغني، او كابتن مجد كان هاني لسه ما راحش. صح. انا ومجد عبد الغني 90 مجد طلبه ومجد عبد الغني بس والباقيين كلنا من مصر. ايوه. صح. في الدوري المصري المحلي. فما بالك بقى العدد لما بيزيد، وتبقى ليفربول بعدين استون فيلا وارسنال وهنا 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 وانديه كبيره في تركيا. صحيح. لا، انديه لعبت الاتحاد الاوروبي تشامبيونز ليج، لعيبه لعبت. صحيح. ووصلت لمنافسات كبيره جدا مع اسماء كبيره جدا. فخلاص انا لازم ابدا ابني على ده، لازم ابدا ابني على ده، مش ابدا من الاول وجديد عشان نوصل اللي احنا عايزينه. طيب. العرب لم يعودوا ضيوفا في المونديال. تقرير، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن. يعني واحنا بنتكلم عن المدربين، وواضح ان حضرتك يعني شايف ان رجراجي عمل بطوله جيده. طبعا. ايضا سكالوني عمل بطوله جيده. نعود الى مصر وكيفيه تقييم المدرب في مصر، خصوصا مثلا انه بعد اقل من 8 جولات في الدوري المصري تمت الاطاحه بكابتن ربيع ياسين، كابتن ايهاب جلال، كابتن نونو الميدا، كابتن علاء عبد العال، كابتن خالد جلال، كابتن جريدو. 6 مدربين رحلوا بعد اقل من 8 جولات. لانه ما فيش اصلا نمرة واحد، وجهة نظر انا الشخصية ان القناعات قليلة بالمدربين في الاستقطاب اصلا في البداية. جبتهم ليه؟ ما هو دي هي دي جبتهم ليه؟ علشان الوكيل الفلاني عرض على ياسين، او علشان حد من الجمهور ضغط عليا عشان اجيب فلان او احط فلان. أوكي. واسمع كلام الجمهور.
المشكلة عندنا إسلام، يعني الناس تعذرني شوية، أنا هنا اتفضل. الناس الإداريين أو بتوع الإدارة، إدارات الأندية، أرجو إن هم يستحملوني شوية، إنما بقول هم السبب في ده، هم السبب، لأنهم ما ينفعش تتعامل مع مدرب محترف يا إسلام وأنت هاوي. مشكلة كبيرة جدا، لأن طبعا أنت لازم يكون عندك عقلية المحترف. أولا أنت وأنت بتختار مدرب أو أنت بتجيب مدرب، طيب أنا الإسماعيلي جبت جاريدو ليه؟ عشان المفروض ان هو مدرب كويس ويرتقي بشكل واداء النادي الاسماعيلي. تمام، كويس جدا. هل أنا كنت في حاجة ليه بناء على، ما أنا هنا دلوقتي لما بختار الكوتش بختار بناء على أحداث سابقة وبتخليني او بتضطرني ان انا اغير عشان اوصل للي انا عاوزه. اوكي. طب انت الاحداث السابقه عندك، المدرب بتاعك والجهاز الفني بتاعك شال التيم من القاع، حطه في المكان الامان، مش المكان بتاعه، انما في المكان الامن جدا، بشكل عمل طفره اللي انت تقدر تبني عليها للموسم الجديد. المفروض كابتن حمزة تبني الجمل عليه هنا. حمزه الجمل والجهاز اللي معاه الفني. انت عندك مشكله مع الاداري اللي في الفرقه او المدير بتاع الفرقه، ممكن المدير لكن كابتن تنحيه، حمزة كان يكمل، انما كان الجهاز الفني هو ده اللي هتبني عليه. هنا انا لما بجيب اسلام باجي عشان اعمل اجيب مدرب، فبجيب اسلام ومجدي ومحمد وعلي، وبقعد مع الناس كلها واعرف افكارهم ايه، واقعد اتناقش مع الافكار بتاعتهم، هل هتناسبني ولا ولا مش لا. هتناسبني. هو النادي الاهلي بيعمل كده على فكره، ما انا فاهم، يعني اللي ما هو انا عارف بيعمل ان ايه. اصل النادي الاهلي غير خارج السرب يا اسلام. يعني برضو انا برضو، لا اصل ساعات انا برضو حضرتك لما كنا بنسمع الكلام ده، ان الكابتن بيقعد مع كابتن مثلا، عندنا ثلاث خمس مدربين، فهو بيسمع الخمس مدربين، كان ميتنج زوم مثلا، ويسمع الخمس مدربين وبعدين يقول لك لا خليناهم ثلاثه، وبعدين يسمع الثلاثه تاني ويتناقش معاهم في بعض الامور لغايه لما بيرسى على واحد. ليه بقى؟ عشان بيرسى على الواحد اللي هو هيمشي مع المتطلبات بتاعت النادي، اوكي، اللي شخصيته تتوافق مع شخصية النادي، واللي في بعض الأندية التانية اللي الماديات بتاعته في الآخر تتوافق مع ماديات النادي مثلا، ما ده ممكن يكون بند من البنود. بند من البنود طبعا، مش مثلا ده بند. فإذا إنما الأساس مش هو، يعني في ناس بتختصر البنود كلها يا إسلام وتمسك في البند الأخراني ده الفلوس. اللي هو الفلوس. اوكي. فانت دلوقتي طيب انت لما تيجي هتجيب واحد يوافقك على ان هتديله 10 جنيه، طيب خلاص استحمل انت ال 10 جنيه ديت وخلي الراجل يشتغل علشان تشوف نتيجه. صحيح. مش يعني واحد زي ربيع ياسين ماشي بعد 3 ماتشات ليه يعني؟ من ضمن ال 3 ماتشات كان ماتش اهلي. صحيح. يعني عامل التيم بقاله 100 يوم قاعد يجهز في التيم. صحيح. واشتغل مظبوط. وواضح دلوقتي مع كابتن ايمن رمادي. والثلاث ماتشات اللي لعبهم بشكل جيد جدا، مش صحيح. جيد بس، صحيح. حتى مع النادي الاهلي. فاذا الموضوع يبقى فيه جاي هنا بقى، لو انا راجل محترف اداري هسمع. محترف، هبقى شايف ان اللي الشغل اللي بيحصل معمول ده ايجابي مش سلبي، نعم، لان النتيجه جايه. اوكي. لو انا بقى راجل التفكير بتاعي هاوي، لا هشيل ربيع واجيب ايمن، وبعدين اشيل ايمن واجيب اسلام، وبعدين اشيل اسلام واجيب مجدي، وفي وهكذا. الدنيا هتبقى مش مظبوط. طيب، في بند بيتم منع المدرب او المدير الفني اللي استقال، هي مره واحده، لو استقال يبقى ما يكملش، ما يلع... يعني ما يمسكش ما مدير يشتغل فني شغل تاني، ما يشتغلش في نفس الموسم مع فرقه تانيه. مع فرقه تانيه. ايوه. ولكن لو تمت اقالته يشتغل مره واحده، اعتقد ده بند جيد. طبعا. بيتيح يعني ان احنا نشوف بند جيد وممتاز، هيتيح لو مشي مظبوط والسوق يتظبط شويه، ما اصل احنا ماشيين تبع اليه آلية صعبة شوية، بتشوف ده هنا وبعدين يمشي من هنا يجي هنا، وبعدين ده هو اللي من هنا بيمشي هنا ويجي هنا. يعني مع احترامي للكابتن، انا وجهة نظري يعني كابتن ايهاب جلال هو لم ينجح مع، بقاله كذا فترة مع كذا نادي او مع المنتخب وكذا حاجة، طب ما ياخد يعني. انا كان رأيي، انا كابتن ايهاب جلال بحبه جدا، واحد من المديرين الفنيين اللي كان ممكن يعني كنت بشوف ان هو له طريقة لعب مختلفة، معرفش ده هل حقيقة، توافقني ولا ده لا. حقيقة طبعا. فأنا كان رأيي موضوع بس أنا خايف أقول لك عشان ماتش الأهلي، لا مش قصدي، لكن أنا بتكلم عن كابتن إيهاب هنا. أنا كان رأيي ياخد راحة شوية من بعد المصري؟ بعد المصري، لأن هو مسك فاركو دلوقتي، يعني هيبقى مباراة بكرة هيبقى هو موجود. أنا كان رأيي لا، ياخد راحة شوية وبعد كده يرجع، اللي بالك محتاج هذه هو الراحة. هو هو ممكن يكون أصله بعد اللي حصل مع منتخب،
اوكي خرج من المنتخب على المصري. الفتره بتاعت المصري النتائج ما كانتش مساعداه بشكل كويس. اوكي. فالنتائج والشغل ما بانش ما ظهرش. فهو هنا يبقى قلقان من انه تبقى دي الصوره الاخيره. طب ولو لم يحدث نجاح اخر هتبقى كده هتبقى كده مشكله كده. اكبر. طيب هتبقى مشكله اكبر طبعا. صحيح. انا معاك. انما هو هنا بيفضل انه ياخد الريسك رأيي. وهو في الملعب. انت انا معاك أنا وجهه مش نظر والله يعني ما بعيدا عن اي لا شيء. هي يعني هي انا بحب الكابتن ايهاب. خلي بالك إيهاب انا متاكد ان ايهاب فكر يعني مش اول ما جاب له فاركو او اي قال حد أوكي. قال اوكي. لا انا متاكد ان هو فكر ووارد جدا التفكير بتاعه المره دي طبعا طبعا ينجح يصوب الامور يعني. طيب برضو اتحاد كره القدم اعلن عن طريق دكتور جمال محمد علي ان رخص المدربين هتبدا المفروض من نهايه ديسمبر. يعني هل حضرتك شايف ان من الممكن ان عمليه الحصول على الرخص هتتم بالشكل الامثل؟ انا اتمنى هذا لان احنا كانت عندنا مشكله كبيره جدا 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 اثرت فينا. طبعا مش ما فيش داعي ان نتطرق ليها وكان واضحه يعني. وهي دي اللي اخرت عننا احنا ما عندناش في مصر لغايه النهارده ما بنعملش برو. لا لا ما عندناش. والعالم كله بيعمل برو. احنا واخر حاجه احنا عاملينها ايه؟ فده احنا ما عملناش برو ليه؟ علشان اللي حصل قبل كده. وده وانا كنت بلوم الناس اللي موجوده وكنت بلومهم وبقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده مش صح. مش مظبوط. مفيش حاجه اسمها اي حد يخش ياخد رخصه. ما ينفعش. طبعا على عينه وعلى راسي لو مؤهل وبيأدي وكل حاجه. أوكي. انما لا كان في برضه ناس هزعل مني من صراحتي. انما كانت الامور مش مظبوط. مصطفى حاج النهارده توقف 5 سنين مزور رخصه. اتفضل. اتفضل. فالموضوع لا الموضوع كبير ومش صغير. انما انا اعتقد الدكتور جمال محمد علي اكاديمي في الاول. اوكي. ومدرب واشتغل عارف يعمل عارف يعني. اكاديمي بمعنى انه اداري يعني يعرف يدير القصه ويهندلها. ومن الناس اللي مؤمنين جدا بالعلم لانه زعش كده من قصدي كلمه اكاديمي. فهنا هيبقى موضوع الحصول على الرخصه للمستحقين. مش اي ما هو. طيب. المشكله ان انا عايز اقولها معلش اتفضل. لا دي وجعتني جدا. لا مهمه دي. ان في مدربين جم من الخليج عشان ياخدوا الرخصه دي خصيصا وكانوا بياخدوا الرخصه دي عشان هنا من هنا 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 بياخدوا الرخصه دي تحت شعار ان هم عشان ما يشوهمش من خلاص كده. فخدوا الرخصه ورجعوا. فلما رجعوا بدأت الدول دي ما تعترفش بالرخصة بتاعتنا احنا. أبيض. اما انتوا خدتوها ازاي يعني؟ ما هو عارف هو عنده ايه. هو عارف هو خدها ازاي. انت فاهم انت الفكرة؟ فدي كارثة. طبعا. يعني فدي كانت الكارثة يعني. ان انت يعني بتعمل الخير انما انت بتضر كل انت بتضر التدريب المصري كله. صحيح. ان هي بتؤثر على سمعه المدربين المصريين بشكل عام. طبعا. في مصر في الدول الخليج كلها. طبعا. انت في دول الخليج النهارده عشان تروح لازم تعمل معادله للشهاده الرخصه الاسيويه عشان تشتغل. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ فالموضوع صعب مش سهل. عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل يعني برضو نشوف تقرير على استعدادات النادي الاهلي لنادي فاركو وبعدين نرجع نتكلم عن هذه المباراه مع كابتن مجدي توبه. ايديكي مش فاضيه؟ شلت اوزان بس مش شايل محفظه. عاش. شيلوك الليله ومحدش شال معاك. على طول مستعجله؟ ما ينفعش تلمسي حاجه؟ بقول لكم ايه، هاتوا سايب باي باند اسود الدفع ذكيه وبنفس امان الكارت. وكمان ووتر بروف. تتكتب 1000 كلمة، كلمة تعدي وكلمة نقف عندها، يتحط تحتها 100 خط، كلمة قرب وكلمة كهرب يتشد من بعدها خط،
تلفت الخطوط. إن للأهلي وجماهيره خط أحمر. السبت الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. من أول يوم الأهلي اتولد كيان كبير، عيلة واحدة من شرق مصر لغربها ومن شمالها لجنوبها. ويوم بعد يوم العيلة بتكبر والكيان بيقوى بقوة كل أهلاوي مؤمن بيه. فروع جديدة بإمكانيات عملاقة علشان نوصل لكل أهلاوي في كل مكان في مصر. والنهاردة بنحتفل بافتتاح أحدث فرع الأهلي، فرع التجمع. الكيان بيكبر وبيكمل بيكم. النادي الأهلي، تاريخ، مبادئ، تطوير. يخوض النادي الأهلي مواجهة صعبة أمام فاركو، والتي ستقام مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة في المركز الأول، فيما يتواجد فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط. وستكون مواجهة الأهلي هي الأولى لإيهاب جلال كمدير فني لفريق فاركو، والذي تولى المسؤولية مؤخرا بعد توجيه الشكر للمدرب البرتغالي نونو ألميدا الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة الأخيرة لفاركو أمام الاتحاد السكندري. وسبق لإيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو خوض 14 مباراة أمام المارد الأحمر بواقع 5 مواجهات مع مصر المقصة ومباراتين مع المصري ومباراة واحدة مع كل من إنبي والزمالك وبيراميدز. وحقق جلال فوزا وحيدا على الأهلي عندما كان مدربا للمقصة في موسم 2015-2016 بهدف دون مقابل، بينما تعادلا في 3 مباريات منها 2 في ظل قيادته للفريق الفيومي ومباراة واحدة خلال وجوده مع النادي الإسماعيلي في الموسم قبل الماضي.